السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متابعي قناة أبواب الثقافة، أهلا بكم في فيديو جديد. أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بفيروس كورونا الذي سلطه الله على الصين في الأيام الماضية، ومنها انتشر إلى بقية العالم. فلقد حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الوباء، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بسبب انتشاره. عن ابن عباس رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع، وعن كل ذي مخلب من الطير. والسؤال الذي يدور في أذهان كثيرا منا: لماذا حرم الإسلام أكل لحوم الطيور الجارحة والحيوانات المفترسة؟ فهناك الكثير من الأمور التي حرمها الإسلام، ولم تتضح الحكمة العلمية من ورائها إلا حديثا، وهذا يشهد على صدق رسالة الإسلام. فقد سلط الله سبحانه وتعالى فيروس كورونا على الصين، والذي لم يكتشف نوعه حتى الآن، وجعلها تعزل 4 مدن تعداد سكانها أكثر من 20 مليون نسمة. ولم يقف هذا الوباء عند الصين فحسب، بل انتشر وانتقل من خلالها إلى كافة دول العالم. وبحسب الإحصاءات فإن فيروس كورونا انتشر حول العالم في أكثر من 220 دولة. لذلك نجد نبينا الكريم فقد حرم تلك الأشياء منذ أكثر من 14 قرنا من الزمان بوحي من الله تعالى. قال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وجاءت الأبحاث العلمية الحديثة تكشف صدق هذا النبي الأمي والحكمة في ذلك التحريم. فالبحوث الأولية الصحية في سوق الأطعمة بمدينة ووهان الصينية أظهرت أن الفيروس من الأفاعي، حيث تحتوي على سلسلة المرض، ومن الخفافيش أيضا. بحسب الأبحاث فإن الخفافيش والأفاعي هي السبب الرئيسي في ذلك الفيروس. وفي الصين يتم أكل كل شيء حي يتحرك على الأرض، من لحوم الكلاب والقطط والأفاعي والخفافيش وغيرها. فهناك اعتقاد صيني أن كل شيء حي يؤكل مهما كان نوعه. لذلك فإن الإصابة بهذا المرض ليس شيئا مستغربا، لأن معظم هذه الحيوانات البرية وغير خاضعة للشروط الصحية، وتحتوي على سلالة أمراض كثيرة، ومنها هذا الفيروس اللعين. وقد أثبت العلم حديثا أن الشعوب تكتسب بعض صفات الحيوانات التي تأكلها بسبب احتواء لحومها على سميات معينة تسري في دماء الإنسان إلى الدماغ، وبالطبع تؤثر على سلوكهم. لذلك قال ابن خلدون: إن العرب قد أكلوا الإبل فاكتسبوا غلظة الطباع منها، والفرس أكلوا لحم الفرس فاكتسبوا الشراسة في المعاملة، والروم أكلوا لحم الخنزير فاكتسبوا الدياسة وقلة الغيرة لديهم. فالحيوان المفترس عندما يرى فريسته فإنه يفرز هرمونات خاصة تساعده على القتال والجري بسرعة لاصطياد هذه الفريسة. لذلك نجد الشعوب التي تأكل لحوم الحيوانات المفترسة قد تكتسب بعض تلك الصفات بسبب انتقال هذا الهرمون إلى جسدهم أثناء الطعام. فنجد هذه القبائل تميل إلى العنف في المعاملة، ولديها نزعة عدوانية، وتميل للعنف والرغبة في سلوك الانتقام وسفك الدماء، حتى أننا نجد بعض شعوبا تأكل لحوم البشر. كما انتهت بعض الدراسات والبحوث إلى ظاهرة أخرى عند هذه القبائل، وهي إصابتها بنوع من الفوضى وعدم الغيرة. وهذه الحالة تشبه الحالات التي لدى الحيوانات، حيث أن لها هرمونات تساعدها على الصيد وافتراس فريستها، وعندما يأكلها الإنسان فإن هذه الصفات تنتقل إليه أثناء أكل. ولذلك حرم الإسلام أكل الضباع والسباع وغيرها من الحيوانات المفترسة. كما أننا نجد الأوروبيون يأكلون لحوم الخنزير بكميات كبيرة، وبعض الدراسات أثبتت أن السبب هو أكل لحوم الخنزير، حيث أن الخنزير يميل إلى أكل الجيفة والميتة، ونجد أنه من الحيوانات التي لديها انعدام الغيرة. كما نجد أن لحم الخنزير يحتوي على طفيلات وديدان، والتي تنتقل إلى من يأكل لحمه فيصاب بكثير من الأمراض، وهذا ما نشاهده الآن في الصين. وقد أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى كيفية التعامل مع تلك الأمراض والأوبئة. فلما حدث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مرض الطاعون، فقال لهم: إذا ظهر الطاعون في بلد وأنتم فيه فلا تخرجوا منه، وهو ما يعرف الآن بالحجر الصحي.
فقد تحدث عنه النبي صلى الله عليه وسلم منذ أكثر من 14 قرنا من الزمان، فسبحان الذي علمه كل هذا العلم دون معلم. وفي الختام نتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يزيل هذا الوباء عن أمتنا وعن العالم كله، وأن يأتي علينا رمضان بخيره وبركاته دون وباء، وأن تفتح المساجد مرة أخرى ونصلي التراويح وصلاة العيد فيها بإذن الله. دمتم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.